بس هي موجهة، هي موجهة بس التوجيه. طب احنا موجودين هلا هون في عين سلوان، مشينا طبعا القناة المائية طولها 554 متر، في مشينا قبلها في القناة الكنعانية. طبعا هذه المنطقة تابعة للأوقاف الإسلامية زي مكتوبة هون، قدس عين سلوان. طبعا تمر في منطقة سلوان الفلسطينية، وأسعدني اليوم طبعا استكشاف هذه المنطقة لأول مرة مع أستاذنا أبو أحمد داود الهالي. فطبعا خلال دخولنا في النفق تعرفنا على الطبيعة الجيولوجية للصخور. طبعا هون زي ما شايفين هذه المي، يعني سعدنا أن تكون يعني هي سلوان زي ما شايفين. وطبعا تم ترميم المنطقة كلياتها لأنه كانت منطقة فيها كثير من الغبول، خاصة في المناطق الخارج والمناطق الداخلية كانت مهدمة، وتم ترميمها بجهود كثير من اليهود اللي قاموا بتنظيف هذه المنطقة بشكل كبير جدا. طبعا استلزم ملايين من الدولارات حتى تقوم بترميم هذا المكان، بس مكان جميل جدا انه يتم استثماره ويتم الاستفاده منه من ناحيه انها جزء من تاريخ بلدنا، جزء من تاريخ سلوان، وجزء من تاريخ القدس طبعا. وطبعا لانه تعتبر من ناحيه جيولوجيه مهمه بالنسبه لنا، لأنه ما ننسى أن عين سلوان هي العين الأساسية لمنطقة القدس، فلذلك الأهمية بالنسبة لنا مائية وطبوغرافية وجيولوجية. الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.